الله ياخذ الحق اللي كان سباب تتحرق ولدي، الله ياخذ الحق اللي كان سباب تتحرق ولدي في الدنيا وفي الاخره. ولدي حرق راسه على قبر الحقره اللي تحقر، حيت واخا تعداو عليه مشى للقانون، ما تخدر ما تضارب ما دار حتى شي حاجه، مشى دار شهاده طبيه ومشى للدائره ديال الهراويين. انا ما تنجبدش الامن كامل، انا حتى دابا باقي تنترجى الامن يدير القانون ديالو ويعطيني حق ولدي، ولو بقت الامان ولكن باقي تنقول باقي عيبان شي حتى نطلب من الله ومن سيدنا ومن جلالة الملك ومن الحموشي يتدخلوا يعطوني حق ولدي. راه ولدي بغى حقه ولا بالموت ولا بالحياه، وانا ترزيت فيه اليوم تنطالب بهم يعطوني حق ولدي عباش تبلد لي النار اللي شاعله لي في قلبي. حنت عيت حنت عيت حنت مرضت 14 يوم وانا تنبكي وانا تنتسنى، واليوم باقي ما شفت حتى شي حاجه. تنطلب من الله تنطلب من الله يسخر ويرجع ولو غير شويه ديال المحنه في سيدنا جلالة الملك والحموشي. تنطلب الحموشي يخرج الامن وياخذ اللجنه ويمشوا للمرصة ويعطوني حق ولدي. دوك الناس تاغين ما يقدر عليهم الا اللي خلقهم، حيت اش نقول الله يرزيهم في اللي عزيز عليهم، حاشا واش عندهم العزيز، حيت كان عندهم العزيز ما يتكرفصوش ليا على ولدي، ما يخرجوش يتعنقرو. وتصوري كان باقي شويه ولده واحد مشدود، قالوا لي مشدود العلم لله، وفي الاخر دابا تا هو خارج، وكان باقي ولدي ما ماتش وتا هو خارج، وراجلي تيمشي شويه تيتعاونوا معاه في الناس في المرسى ما بقاش قدر يمشي ليها، ما بقاش قال لي ديك المرسى اش نمشي ليها وانا اللي قتلت ولدي تيضحكوا مجمعين تياكلوا تيشربوا ما نمشيش. باش نخلص هاد الكره باش انا الزوج الاخرين علاش حنت كرصوا عليا والحق باقي ما بانش ليا والحق عند الله سبحانه وتعالى. الله يصبرني في ولدي، الله يصبرني في ولدي، الله يرحمه برحمته، الله يتبسو عند السؤال، الله يتسع على ضيقات القبور. واليوم تنطلب من الله ياخذ لي حقي في ولا في ولدي اللي ضاع، حيت ولدي قال كل شيء، قال كل شيء هو حال عينيه، تيقول لهم النهار اثنين ما نعش، وقال كل شيء. اشنو وقع؟ علاش حيت ولدي تيغسل الشاريه؟ واحد منهم تما عصابه، عصابة مجموعين تا اللي تيقول لهم انا رئيس الجمعية وبحال بواه، راه نسيب اللي ضرب ولدي وخرج هو الاول من الكوميسيرية، راه شي في شي. وهذوك اللي ضربوا ولدي بجوج راه نفس الكنية، الخو وولد خو، ونسيب الاخر هو رئيس الجمعية، دايرين عصابة وكلشي تيخاف منهم. تصوري تجمعوا الدراري باغيين يديروا مظاهرة وما بقاوش قادروا، علاش؟ قال لي يا خالتي خبنا حنا نهضروا غدا ما يعطوناش الشريوات باش نترزقوا على ولادنا وعلى والدينا. حنا ضاع علينا الصباح كلهم تيبكيو، كلشي مشى للسبيطار تيبكيو، ولكن الغالب الله وانا حاسه بهم، حيت اللي كنت انا ما خديتش حق ولدي هو حي وما خديتوش هو ميت، هذوك الدراري اش غيوقع عليهم؟ بحال ولدي شافوا الامتحان، شافوا ولدي دار اللايف وتيهضر بكلشي، وتيقول لي كاين، تيقول لهم هذوك تعدوا عليا، وخرجوا واحد، ومشيت ناخذ غير ورقه باش نتقدم. المحكمة تكرفصوا عليا البوليس، قلت لهم انا راه تنطالب غير بالتسجيل ديال الكاميرا، حيت هذاك اللي خرجتوه كاين في التسجيل ديال الكاميرا بما تكرفص عليا. ولو كيف تكرفصوا على ولدي وسكتوه طريقتهم يكونوا قدروا داروا حتى شي حاجة. دابا في التسجيل ديال الكاميرا راه خداو الوقت، راه اليوم 15 يوم وعاد الاثنين والثلاثة والاربعة 18 يوم، اللي ما يخافوش الله قادروا قادروا يديروا ما بغاو في التسجيل ديال الكاميرا، ولكن الله قادر قادر إلا ما عطاش حقه وانا يعطي لي. ولكن راه الشباب غادي يضيع، راه كيضاع ولدي غيضيعوا شباب اخرين جايين طالعين، راه الحقره في البلاد، ولكن انا باقي عندي الامل في سيدنا وفي الحموشي، حتى لما بقاش وما عطاونيش حقي غنفقد الامل وغنفقد الامل حتى في الناس اللي دايرين بيا. حنا كنتمنوا ان شاء الله الحق ديال ولدك ما يضيعش. اللهم امين، باش تبرد النار اللي شاعله فيا. الوليد ديالك مسكين كان خدام عليك انت عليا وتيخلص ليا الكرا. ولدي عنده شواهد بما كان يقرا وتخرج من السيزيام، اربع سنين دابا باش خرج من السيزيام، الامنيه ديال ولدي كان يشد الباك، ولكن ما بغانيش نخدم في الميناج من دار لدار. ملي كبر وعرف ما بقاش رضا، قال لي ماما انا غنخدم وغنجيب لك اللي قسم الله ماما، يسري غير جلسي، ومع ذلك تمشي خزنه باش نتعاون وباش نخلص لك راه باش ما نحسش ولدي انه ناقصه شي حاجه. ولكن ما نسحبش انا ولدي عيضيع، لو كنت سحب ولدي عيضيع من يدي نمشي نطلب خزنه ونجي نبقى مع نلقى ولدي ونشدو في السلاسل ونشبع فيه. شوف كيف عدير هاد الام اللي تكبر ولده 21 عام ويزوج عليه ولدي وكل اللي بس يخافوش الله قلوب الوحوش، حاشا واش مسلمين هادو، لا الامن ولا اللي تكرفصوا عليه هما اللي كانوا السبب. ولدي ما كانش ساخي بيا، ولو كان تصنتو وعاودوا تصنتو، حيت ولدي تيقول لي تطلب من الله امي تسمح ليا، تعرفي انا مشبته بيه.
انا عمري مشبته بولدي. الله يصبرك يا لاله. امين. الله يصبرك. امين. دعي ليه بالرحمن سي. الله يرحمه. الله يجعل رداسي عليه نور في قبره. حاجه وحده. انا اللي ما كانش يتخذ لي حقي راني عيت بالصحافه، عيت بالمجلات، عيت بالاذاعات، راني ردحت، راني ما عنديش الوجه حيت ولدي ما كانش يرضى بيا ندير هكا ولا نبين وجهي قدام الكاميرا. اليوم بغيتكم تعاونوني لانكم الدم ديال ولدي وديالكم تيجري في الاسلام. خذوا لي حق ولدي وخلوا الناس الكبار يعطوني حق ولدي حيت ما نقدرش نوصل ليهم. حيت ما يوصلونيش ليهم. واخا تقولوا لي سيروا فين سيروا. ولدي مات نهار شنو هو البارح؟ انا ما بقيتش عارفه الوقت. الاربعاء ولدي ميت نهار الثلاث مع الثمانيه ديال الليل. وما صدقت الخبر حتى الغدا حتى البارح مع الوحده ديال الليل. وباه ماشي للسبيطار مع التسعود ديال الليل وما صدقش الخبر اولي. الامن حاقرنا. المواطنين اللي بحالنا وبحالنا حقروا ولدي تعدوا عليه. صحاب الطيب حقرونا. راني بقيت الان. ها اخر حاجه قال لي ماما تعدوا عليا باش ناخذ الورقه وما بغاش يعطيني. ما يمشيش بابا للكوميسيريه راه تكرصوا عليا وعيكرصوا لي بابا. قال لي تعالى ولدي غنعمر لك الشكايه وباقا عندي في الطكوب شهاده طبيه وعنديرهم لك الصنطه ديال السروال باش ما يقلبوكش البوليس الاخرين اللي في المحكمه تما. قال لي قلبوني وتكرصوا عليا وتيقول لي هبط ولد الفاعله ولد التاركه. قلت لي انا على خوفي من ولدي باش ما يعاودش عاوتاني يتعرض لذاك السوء ديال الامن اللي عرقش يملك ولدي في الصنطه ديال السروال. وبلي سولهم الوكيل ما تهضرش ولدي حيت ولدي ما فاتش عليه المحاكم حيت ولدي ما فاتش عليه المخزن المشدات ولا راه كاين الدواسه ديالو. الا لقيتو نهار ولدي فيه ماشي العكاشه نتحاسب على كلامي. ولدي ماشي متشرد كما تينعتو به دوك الكلاب حاشاكم كلاب مجرمين حيت هما بزنازه وداخلين خارجين وبحثوا في الدواسه ديالهم. الصغير فيهم عنده 36 34 اللي مكرشين على ولدي باقي ما كملش 20 عام. كي دايره هاد الام اللي غدا عيد الميلاد ديال ولدها وعاد تشوف زورو في الروضه في قبره. كي دايره هاد الام؟ ما تطلبش شي عام تكون في بلاصتي يا ريت. ولكن انتم بغيتوني نتكلم ولدي انا ما بغيتش نحرق. لا ما بغيتش ولدي تحرق اليوم في نهار وفي دار. بغيت الله يثبتوا هذا السؤال. وملي قالت لي لا وليدي دي وقال لي كلامي بس لي راسي وقال لي سمحي لي يا ماما الا ما تسمحي لي راكي بعد بالي ولا بقيت حي الداعي الا بقيت حي سمحي لي ولا ما تسمحي لي ولا ما تسمحي لي اخر كلام نكملو وانا نخلي الف وكيل يشوفني الوكيل والله اخر كلام بيني وبين ولدي اخر شوفوا لي الولد اليوم كبرت 15 سنه صافي امين ماشي مشكلة ماشي مشكلة على اللي قال هما اللي قالوا هما قالوا هضروا داروا الناس تعاليق وشوفوا على ولدي ثبتوا معنا على المباشر هذه الأم ديال الطفل الشاب اللي حرق راسو هذه مدة ديال 15 يوم البارح وفاته المنية الآن ثبتوا معنا الأم ديالو شنو كتقول فأكيد قرار نهائي كيبقى بيد المسؤولين النيابة العامة كذلك القضاء فكنتمناو اننا نكون وصلنا الرسالة ديال الأمة تحياتي للجميع وإلى مباشرة إن شاء الله.